أنا حتى إذا الأخ اللي سميته مسوي يعني لائحة والله فلا ندري. إحنا جبنا ما ذكره هو نزار أحمد المحامي أكيد تعرفه يعني المهم. فلذلك يعني أنا جمعت كل لوائح الخليج إضافة إلى مصر العربية وأيضا تونس وكل هذه جمعتها لمدة شهر، والإخوان وياي باللجنة، وتقريبا يعني يوميا الإخوان نبحث بها وقدرنا أنه نضع اللي نحتاجه من خلال عملنا بلجنة الانضباط. كثير من الأمور كانت تظهر عندنا بس ما إلها يعني مادة قانونية أو فقرة قانونية، فلذلك وضعنا تقريبا 22 نقطة حديثة. آني والإخوان أعضاء لجنة الانضباط والإمكان تسألهم. يعني اللائحة هي من إعدادكم؟ نعم، يعني من كل حرف حرف. فحتى إذا الأخ اللي تعني أنه مسوي أبدا والله ما عندنا علم ولا نعرف أذا مسوي لائحة، فيا ريت يزودنا بها حتى قد يكون هم نستفاد من عدها. يقول هي نفسها بس مجرد شالين الغلاف والأسماء. هو هذا يعني قد يكون يعني يتكلم كيف كل لوائح الخليج أخذنا من عدها، وحتى الإخوان يعني في الدول العربية في أفريقيا وكل طلعنا إلى أن وصلنا إلى تقريبا لائحة متكاملة تخدم الجميع. هذا هو اللي عملناه. أما تتكلم وتقول لي الأخ مسوي لائحة والله ما نعرف ولا عندنا علم. تهمكم بالسرقة هذه الكلمة؟ هي يعني كيف هو يصرح، سبق وأن فشل في كثير من أمور. فشل؟ أنت المحامي تعرفه وين فشل.